أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى، وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة. لي أخ يقول: لي أخ مقصر في حقوق الله تعالى، وهو أكبر مني سنا ولا يحرص على الصلاة، ومع ذلك يسيء إلي، وخاصة يسيء لسمعتي. يقول: ويأخذ من أقارب الأموال، ويقول لهم: أحتاج المال منكم لأخي الأصغر لحاجته لها، كذبا منه وزورا، على الرغم من استمرار النصيحة له. فما العمل مع مثل هذا الأخ؟ أن تصلح أنت أخوك، إنما ندخل بينكم، ولكن المناصحة، تناصحه عن هذه الأخلاق، أو تعمد من يناصحه من المسلمين ومن أهل العلم، لعل الله أن يرده إلى الصواب. وإذا كان بينك وبينه منازعة من أنه يأخذ باسمك من الدراهم ويكذب عليك، هذه خصومة بينك وبينه، تترافعون إلى المحكمة. نعم.